السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أخوة الأخوات أو الأخوات الموجودين الآن. مساكم الله بالخير جميعا، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والحفظ. يلا حيهم ومساءكم مبارك، وأسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلدنا ويحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يرفع البلاء عن عباده في كل مكان سبحانه وتعالى، إنه أرحم الراحمين. الله يا جماعة الخير، ترى يحتاج الموضوع الواحد يتوكل على الله ويفعل الأسباب ويعني ينتبه صراحة. يعني في رأيي الشخصي لا يتهاون بالموضوع ولا نبالغ طبعا، ولكن فعل السبب مهم. بلدنا الله يحفظها حقيقة تؤدي أداء عظيم جدا في محاربة هذا الفيروس بشكل استثنائي صراحة. الفيروس يبدو لي أنه يعني ضرب العالم ضربة قاسية، والله عز وجل حكمة بالغة سبحانه وتعالى فيما يفعل ويريد. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعا. ما أظن الموضوع يعني لا مبالغ فيه ولا يعني الاحترازات اللي قاعدة تؤخذ دل على الموضوع جاد جدا، والحمد لله الحمد لله على فضله أن بلدنا يعني أنا أعتبرها تقدمت على كثير. طبعا سبحان الله تجربتها يعني تجربتها اليوم تناقش على مستوى العالم، كان أحد التجارب الناجحة جدا في احتواء الفيروس. احنا بلد الحرمين، فيها حرمين الناس تجي من كل مكان، بلد مفتوح فيها 34 مليون شخص مواطن ومقيم. مع هذا اليوم أعلنوا الحمد لله يعني 86 حالة فقط وصلت إلى الآن، احترازات كبيرة على المداخل. اليوم طبعا قرار بكرة إغلاق المملكة أمام السفر لها أو منها لمدة أسبوعين. يعني لولا فضل الله عز وجل ورحمته لمن قيض لنا حقيقة هؤلاء الرجال اللي يديرون المشهد، حكومة خادم الحرمين والوزراء ومن يعمل أيضا في كل الوزارات، ولكن موضوع مختلف. الحمد لله أكثر من الحمد لله عز وجل، وأنا أقول الاستغفار مهم جدا في مثل الأحوال هذه. فما يعني ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، وهي حقيقة. يعني واحد يحافظ على الذكارة ويعلم أبنائه ويعلم اللي حوله والصغار والكبار، يجب أن نأخذ الموضوع هذا محمل الجد. الشوارع مليانة حقيقة، يعني معليش نحتاج أن نجلس شوي، نتعود أن نقعد في البيوت. اللي ما عندهم دوام يقعدون في البيوت صحيح. يعني يمكن يقال ان احد الاشكالات اللي واجهها، ترى على فكره هذا في صميم عملنا تشينج مانجمنت في اداره التغيير والتطوير التنظيمي. بعطيكم مثال بس بسيط. لما انت تكون واضع خطه تصل الى هدف معين، يحصل معك فجاه حاله غير متوقعه، خاصة في مثل هذا يسمونه إدارة المخاطر، زي الفيروس هذا انتشر العالم وضرب العالم. بداية الناس كانت تكابر في دول العالم حتى المتقدم، اليوم أصبحت إعلان المنظمة الصحة العالمية أن بؤرة المرض هي أوروبا سبحان الله. أصبح الإغلاق من أوروبا سبحان الله. تخيل والآن أشوف قبل شوية خبر دول أفريقيا تغلق، تفكر بإغلاق مساراتها أمام دول أوروبية، دول المتقدمة سبحان الله العظيم. فالحمد لله هذه الدول المتقدمة، إيطاليا منطقة يعني صعبة جدا الآن. فقضية القضية اللي احنا نمر فيها قضية
حقيقية وهي في قلب المادة اللي احنا ندرسها. طيب وين وصلنا يا جماعة الخير؟ وين وصلنا المرة الماضية؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. معوقات تغيير التطوير يواجه التغيير المنظمي العديد من المشاكل والمعوقات في مجالات مختلفة. أما ما يعني المقصود، ما هي الأشياء التي تمنعنا أو من أداء التغيير والتطوير؟ أولا جمود القواعد والإجراءات والهيكل التنظيمي. بعض الأحيان يقول لك والله هذا النظام ما نقدر نغيره، هذا الهيكل التنظيمي. إذا ما يكون هناك توجه لدى القيادة العليا أو الإدارة العليا في المنظمة أن تغير الهيكل أو تتعامل مع القواعد والأنظمة بشكل أسرع، راح يكون التغيير والتطوير أصلا. التغيير والتطوير يشمل تغيير هيكل، تغيير قوانين وأنظمة، تغيير في الموارد البشرية، تغيير في الموارد المادية. فإذا كان هناك ضعف في هذا الجانب الأداء يعني، فمعناه أن هناك إشكالية راح يكون أحد العوائق اللي أمامنا. أيضا سوء وسائل الاتصال. سوء وسائل الاتصال مش مقصود بها التليفونات، مقصود نقل المعلومات بين أجزاء المنظمة، إن كان عن طريق الإيميلات، إن كان عن طريق الاتصالات، عن طريق الاجتماعات. إذا كان هناك ضعف في طريقة التواصل من الإدارة العليا وإيصال أفكار وبرامج وخطط التغيير الإدارة الوسطى والدنيا، سوف يحدث مقاومة. تحدثنا عن قضية هذه في المحاضرة السابقة. الدرجة العالية من الرسمية، أو يقصد الدرجة العالية جدا من الرسمية، أن كل موضوع بنظام عالي جدا ولا يمكن اختراق أو التعديل على خطط التغيير والتطوير. وهذا مو صحيح. أنت تحتاج أن تطبق تنفذ الخطة، تحتاج أن يكون عندك مرونة كافية أن تعدل عليها. ايضا نقص الموارد لاحداث التغيير المعروف، قد يكون نقص الموارد الماديه، الموارد البشريه، الموارد الماليه، وهذه كلها لها دور واثر واضح في عدم نجاح عمليه التغيير والتطوير او من العقاد. التكنولوجيا المتاحه او عدم وجود تكنولوجيا كافيه تساعد على او عدم الوصول لها في للوصول لهذا التغيير. ايضا المقاومة للتغيير، تحدثنا عنها الأسبوع الماضي المحاضرة الماضية. أيضا عندنا الرضا على الوضع الحالي للمؤسسة، لما تكون الشركة تقول لها بالشركة أمورنا طيبة والوضع ممتاز ولن نغير شيء، هذا بحد ذاته أحد الإشكالات الكبيرة اللي دائما أقول لك نحاول طور من نفسك. خلينا نضرب على مثال الأفراد، طور من نفسك، قال لا أموري زينة أنا ما أحتاج أطور، فيسبق القطار وقيس عليه المنظمات. الافتقار لوجود رؤية مستقبلية، عدم وجود خطة، يعني عدم وصول تطوير التغيير التنظيمي إلى جذور ثقافة المنظمة، يعني لم يغير في أسلوب الناس. مثلا كل أحد الشركات عندها مشكلة مثلا في التزام الموظفين بأوقات الدوام، ترى هذه مشكلة عميقة جدا مو بسهلة ترى. يعني من أكبر المشاكل اللي ممكن تواجه المنظمات أن الموظفين غير ملتزمين بأداء العمل. إذا وجدت غير ملتزم بأداء العمل، تعرف أنه قد يكون غير ملتزم بجودة المنتجات، غير ملتزم بجودة خدمة العملاء. إذا تكون المشكلة هنا مشكلة انضباطية ضخمة، يجب إعادة تغيير هيكلة الفكر والثقافة المنظمية الموجودة. أيضا الخوف من المجهول أو فقدان المصالح المكتسبة، هذا يجي ذكرناه تحت قضية بند مقاومة للتغيير. سوء فهم العاملين للتغيير، وأيضا هذا يقع تحت مقاومة التغيير. يقول لكم بما أن أحداث التطوير تطبيقها في أي من المنظمة ليس مهمة سهلة، بل تواجه معوقات وصعوبات يدك على قائد التطوير أن ينتبه إلى ما يلي. وجد أولا يجب إعداد العاملين معه للتعاطي مع التغيير. إذا لابد من تجهيز موظفينك وشركتك للتغيير. أن مقاومة التغيير رد فعل صحي ويجب التعامل معه بحذر. يعني مقاومة التغيير يجب أن تكون واعي أيها المدير، أيتها المديرة، وانت تبين تغيير في الإدارة أو في الشركة في المنظمة عندك، ترى ليس رفض العاملين
دائما سيء. يحتاج تأخذ الموضوع لمزيد من التأني والدراسة اللي شرحناها سابقا في مقاومة التغيير. أيضا أن إبداء العميل رأيهم في التغيير يساهم بتقبلهم له. نعم، لما أعطيني فرصة أني أشارك أعطيك رأيي أقول لك، يعني قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه كمثال جميل مع محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو القائد الملهم، القائد اللي يأتيه جبريل، القائد المحدث جبريل ينزل عليه. فلما جاءت معركة الخندق، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قضية البقاء في المدينة أو الخروج، كفار قريش جايين يبون ينتقمون، فقال سلمان الفارسي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال أهي أهو أمر أمرك الله به أم هي الحيلة والحرب؟ قال لا، هي الحيلة والحرب صلى الله عليه وسلم. فقال أنا عندي أمر أهم وحيلة أفضل أو خطة تكتيكية حربية، اللي حفر الخندق حول المدينة. وسبحان الله كانت الخطة هذه خطة عظيمة جدا، رحم الله عز وجل أنقذ بها الله عز وجل المسلمين في المدينة. تكون من مميزات القائد مشاركة القرارات. نعم، ترى جزء من القرارات جيدة لك، لأن جماعة الخير القائد هو تجيه المعلومات من المرؤوسين اللي تحته. يعني الآن أنت أو أنت مدير الشركة سي، جميل، في تحتك نائب المدير، وفي الإدارات التنفيذية، أنت الإدارة العليا، وفي الإدارة الوسطى والتنفيذية، وفي الإدارة التشغيلية. تدفق المعلومات يجي من تحت إلى الأعلى، صح؟ من الأسفل إلى الأعلى. أنت إذا ما تستمع، أنت استماعك لتقاريرهم، اجتماعك معهم، سماع منهم، هذا يعطيك القدرة على أن تتخذ قرار أقرب للصحة والجودة. عرفتم؟ لأنك أنت تتخذ قرارك بناء على ما يحدث عندك في المنظمة، بناء على وضع الموظفين، بناء مثلا لما يجيك الرأي من خدمة العملاء، خدمة العملاء تنقل لك ما إشكالات العملاء وشكاواهم. لما عندك في الإنتاج يجيك من العاملين اللي على الأجهزة وغيرها. طيب خلونا نجي يا جماعة الخير المعوقات البشرية. البشر هم الأصعب على الإطلاق حقيقة، وهم الأهم على الإطلاق في عملية التغيير والتطوير. يعني لو جاك سؤال، يعني خذ كلام بوضوح، لو جاك سؤال يعتبر عنصر البشري هو العنصر الأقل أهمية في عملية التغيير والتطوير، صح ولا خطأ؟ طب لو جاءت السؤال قال لك العنصر البشري هو مهم ولكنه أقل أهمية من العناصر المادية، صح ولا خطأ؟ بالضبط، هو العنصر الأهم. تحدثنا عن هذا الكلام من قبل، ليش قلنا العنصر الأهم؟ هو العنصر اللي بيضع الخطر، هو العنصر اللي بيحلل البيانات، هو العنصر اللي بينفذ الخطط، هو العنصر اللي بيقاوم الخطط، صح ولا لا؟ فأصبح بالضرورة هو الأهم على الإطلاق. أول المعوقات مقاومة الأفراد لتطوير التغيير ويعود جهلهم لأغراض النتائج المترتبة على ذلك، وهذا شرحناه سابقا. النقص في القدرات والكفاءات المتخصصة وضعف نوعية الأفراد الذين يشعرون الوظائف القيادية العليا. فعلا يا جماعة الخير لما يجي قائد ضعيف، مثل لما تجيب واحد يشتغل، تبغى واحد فني كمبيوتر، وتجيب واحد تخصصه إدارة أعمال زيه وزيكم، صح ولا لا؟ أتكلم بوضوح. أنت لما عندك شركة متخصصة في تقنية المعلومات تحتاج ناس متخصصين في تقنية المعلومات، صحيح ولا لا؟ فأنت لما تجي تسوي التغيير وتبي تطور أجهزة تقنية المعلومات والتكنولوجيا اللي عندك والذكاء الاصطناعي، ثم تجيبني أو أجيبكم، يقول ايش عنده مشكلة، يقول لك يا اخي انا ما لقيت، اذا هذا اشكالية، صحيح ولا لا؟ ايضا المعوقات البيئية والتعلق بالبيئة القانونية، كذلك دوام التطوير والتغيير في الاوضاع السياسية وظهور الازمات الاقتصادية وغيرها من العوامل البيئية. خلونا ناخذ عام موضوع مهم جدا. شوفوا يا اخوان، الحمد لله احنا بلدنا بلد مستقر سياسيا، سواء يديم علينا وعلى بلدنا الاستقرار ويحفظنا بحفظه ويجعل بلادنا الى خير من علو الى علو. عدم الاستقرار ترى مشكلة. خلينا نعطي مثال واضح الآن. كورونا
سنقول لكم ان احنا الان ندرس الماده في قلب الحدث. كورونا الان مو وضع استثنائي على العالم ككل، وضع له تاثير اجتماعي صحي اقتصادي سياسي، صح ولا لا يا جماعه الخير؟ ترى موضوع ما هو سهل، موضوع قمه في التعقيد. اقتصاديا ادى الى التاثير على الانتاجيه. يا رجل مصنع العالم اللي هي الصين شبه توقفت، صح ولا لا؟ لا خليني اعطيكم بس شيء، خليني اعطيكم شيء بسيط. صناعه الطيران اليوم في العالم تتاثر بشكل غير مسبوق، صح ولا لا؟ صناعه الطيران اليوم اقفال الخطوط هذه، السعوديه الان قفلت كيميكال، السعوديه الان من بكره لمده اسبوعين لا طيران دولي، لا تروح برا ولا تجي، اذا الطيارات بتوقف، صح ولا لا؟ خطوط وقفت، الان ما احنا بالدوله الوحيده، كثير من الدول اتخذت هذا الاجراء. لاحظتم الاشكاليه وين تكون؟ اذا المعوقات البيئيه هذه هي التغير في القوانين، الاحداث اللي تحدث هذه. المعوقات الفنيه والماديه وتشمل ضعف الامكانات الماديه والفنيه اللازمه لاجراء عمليه التغيير والتطوير التنظيمي. مثل عدم ادخال المكنه، يعني اقصد التكنولوجيا والتقنيه، وعدم الاهتمام بتهيئه القوى العامله وتدريب على التقنيات الحديثه. رابعا المعوقات الاجتماعيه، حيث تؤثر فلسفه المجتمعات والعادات الاجتماعيه السيئه سلبا ضعف التفاعل الاجتماعي بين الزملاء. هذه نقطه مهمه جدا، ترى بعض الاحيان بعض المجتمعات طيب يكون بينهم اشكالات كبيره جدا وعدم تناغم في المجتمعات، فيؤدي حقيقه الى عدم التعاون. ايضا المعوقات التقنيه وتشمل عدم الاهتمام بتزويد الموظف بالتقنيات الحديثه، تراجع مهارات العاملين في التقنيه، ومع عدم تميزهم بها. طيب يا اخوان خلصنا الان الفصل الاول معي انتم، والله يا اخي ما ادري هو على طول معي ولا مع الاسد. طيب كويس 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 رحيم. الفصل الثاني، احنا وصلنا الفصل الثاني صحيح؟ صحيح. طيب الفصل الثاني للقراءة فقط، الفصل الثاني للقراءة والاستفادة. زين في احد يبي يشرحها؟ طيب اجل ما دام القراءة نروح الفصل الثالث الله يحفظكم. يلا الفصل الثالث، الجانب الإداري لعملية التغيير والتطوير التنظيمي. ها وصلت الفصل الثالث يا شباب. معليش الصوت الظاهر انقطع فجأة. إلى الصوت انقطع بس من الجهاز ورجع له، رجع الصوت الآن. طيب نرجع لموضوعنا، أقول لكم أن العملية الإدارية إن كانت في التغيير والتطوير، كانت في إدارة المنظمات، هي الوظائف الإدارية هي نفس الوظائف الإدارية. تجدون انفسكم الان نناقشها ونعيدها وهم تعرفونها ودرستوها من السابق. طبعا
احنا ذكرنا سابقا ان إدارة التغيير والتطوير هي اصلا عملية تحدث بشكل مهم ولا يمكن الاستغناء عنها، لان الوسط الاقتصادي وسط يتأثر بسرعة والاحداث التي تحصل تؤثر عليه ووضع متغير. سبحان الله ان شاء الله عز وجل تصير أزمة كورونا، عشان ارجع واكرر ابغاكم تتأملون فيها يا جماعة الخير. انتم كمتعلمين يا جماعة الخير، انتم ترى على مستوى ثامن تتخرجون إدارة أعمال، يعني لما خرجت بكرة شنو مشاهدة إدارة أعمال، واحد يسألكم رأيه أو يسألكم رأيكم في قضية اقتصادية أو قضية إدارية أو قضية تحصل في اليوم، لا تعاملوها وكأنكم ما تعرفون. لذا جيد أنكم ترى تتأملون من خلال العلم اللي تعلمتوه، هذا دوركم ترى. لا أحد يجي يقول بكرة عليكم والله حسابة الشهادة، صحيح والله. فأنتم تأملوا قضية كورونا، أنا دائما أقولها، إن كان الرجل يحمل شهادة عليا دكتوراه ولا ماجستير إذا أو بكالوريوس، إذا ما يتأمل ويحلل خاصة الأحداث هذه ويرى من خلال نظرته وتخصصه كمثل إدارة الأعمال، فمعناه أنه عنده جزء لازم يستكمله. جميل. أزمة كورونا اليوم أثرت تأثير صريح على سياسات وبيئات العمل. تقول كيف؟ أقول لك الآن تحول الدراسة عن بعد، كثير من الجامعات الآن أتكلم التعليم العمل عن بعد. بتشوفون الفترة القادمة كيف أن العالم إذا تجاوز هذه المحنة بإذن الله تعالى بيصير فيه تركيز أكبر على العمل عن بعد وعلى التعليم عن بعد. جميل. وراح يكون له دور كبير. لذا أتوقع من الآن فيه منظمات وشركات بدأت تعمل بوضوح على أنها تنفع نفسها وتجعل لها بزنس قادم بإذن الله تعالى. طيب، وهذا الأمر ساعد في هذه المواد اغتنام الفرص، تقليل التكاليف، لأن عملية التغيير والتطوير المستمرة وإيجاد تحديث خطط العمل في الشركات والمنظمات يعني يفتح لك بعد أكبر للحصول على فرص تجارية جديدة، تطور جديد، مزيدا من الأسواق، دخول مزيدا من الأسواق، الحصول على ماركت شير أو حصة سوقية أكبر. وإدارة التغيير في عالم منظمات الأعمال يعني التحول أو التنقل والتعديل على مستوى كل من الأهداف، نعم قد تعدل من الأهداف. أيضا الهيكل التنظيمي، نعم يصل الهيكل التنظيمي وعادة ضبط الهيكل من جديد. الوظائف، الآن يتكلمون عن وظائف القرن 21، في وظائف تختفي، نعم. التقنية غيرت شيء كثير. أنا قبل فترة كنت أسمع واحد من الزملاء يتكلم معي يقول عندنا في الوزارة تقاعد أحدهم وكان مسؤول عن التلكس. تخيلوا وظيفة، ترى رجل التلكس هذا اللي كانت قديمة ليصل التلكس انتهت اليوم، صح ولا لا؟ التطور اللي حاصل اليوم قلب الموازين كلها. على فكرة الفاكس ما مدى استخدام الفاكس الآن؟ قليل جدا، صح ولا لا؟ اليوم الفاكس يكاد ينعدم. ومن أول وين كلهم يدور الفاكس، صح ولا لا؟ اليوم الفاكس أصبح من الماضي جدا، معليش. حتى لو بعض الجهات يقول لك فاكس، خلاص الآن لحظة سكانر لحظة الماكس حتضوي على أهميته. اليوم كل واحد من السكانر حقه معه في جهازه، أنا عندي الابليكيشن حق السكانر جدا ممتاز، وترسل تسوي السكانر ما تحتاج القضايا دي. تعال الآن الخدمات السحابية غيرت كثير. اليوم أنت تسافر أي مكان ما تحتاج إلا جوالك عشان تدخل على ملفاتك وتطبعها في أي مكان في العالم. الوظائف، العمليات، الإجراءات، القواعد، كل هذه التعديلات على لغرض تحقيق التفاعل الإيجابي مع البيئة المحيطة بهدف إيش؟ التمركز وأخذ وضع تنافسي أكبر. يقول لك ويمكن تعريف إدارة عملية التغيير بأنها العملية الإدارية التي من خلالها يتم تبني قيادة هذه المنظمات مجموعة من القيم والمعارف والتقنيات مقابل التخلي عن قيم ومعارف وتقنيات أخرى بقصد بلوغ الأهداف الخاصة بالمنظمة بكفاءة وفعالية. إذن في تحول كبير. أنتم على مستواكم اليوم تستفيدون من هذه التقنية في هذا المكان أنا وياكم. طيب شوف الآن عملية، والله على طول نسقنا محاضرة أصبح الآن نشرح في وقت قصير نسبيا. طيب لو سألنا وين الباقيين محضروا معانا، نقول الباقيين مجرد أن تنتهي المحاضرة هذه ونقفلها وتكون مسجلة ويستمع لها وما يحتاج يكون موجود. شيء جميل جدا.
طيب وقيس عليه الشيء اللي حاصل الآن في العالم. يقول لك عملية التغيير والتطوير هي عملية للتجديد الذاتي تسعى المنظمة من خلالها إلى بعث الحداثة ومنع التراجع وإزالة الصدأ وإزالة الجليد الذي يتراكم على النظم. فعلا أنت تحتاج بين فترة وفترة تطور من أنظمتك. شوف الآن موضوع الجوازات وأبشر. كان النظام أول يعني حكينا القصة من قبل، تأخذ منك 3 أيام، تروح قبل الفجر تأخذ رقم، توقف ساعات طويلة، تنتظر أوقات طويلة، وقد يكون هناك نسبة خطأ في ما دام كان يكتب باليد فصار اليوم جد الجواز كنت جالس في بيتك ولا يدار ما دخلك شر. صح ولا لا؟ طيب يعني من المفهوم الإداري عملية تغيير التطوير التنظيم أن مجموعة الأنشطة فعاليات من التخطيط تنظيم توجيه قيادة رقابة. لاحظوا هذه المعلومات، هذه الوظائف اللي يسمونها الوظائف الإدارية، تخطيط تنظيم توجيه قيادة رقابة اللي تعمل مع بعضها البعض. إذا لازم تعمل هذه الوظائف مع بعض لغرض الاستخدام الأمثل للموارد وإمكانيات المنظمة بقصد الوصول لتحقيق أهداف المنظمة في كفاءة وفعالية. خلونا نبدأ بالوظيفة الأولى اللي هي وظيفة التخطيط. التخطيط لعملية التغيير والتطوير. إذا التغيير والتطوير يوضع على خطة، لأن أصلا التغيير والتطوير هو عبارة عن خطة الهدف منها الوصول إلى وضع تنافسي أفضل، إلى وضع متقدم للحفاظ على استمرارية هذه الشركة أو هذه المنظمة، ومحاولة تقليل المخاطر التي قد تواجهها وتؤدي بها إلى 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 المهالك. يعني الصوت واضح صحيح؟ إذا التغيير والتطوير الصوت واضح، ممتاز ممتاز. طيب التخطيط هو أحد الوظائف الرئيسية في الإدارة، وهو في الأصل مخطط لأنه يتخذ قرارات تؤثر على مستقبل المنظمة التي ينتمي إليها. أن التخطيط للتغيير والتطوير يسبق أي عمل تنفيذي، إذا لا يوجد عمل قبل التخطيط. يحدد الأعمال التي يجب القيام بها في المستقبل بالكيفية والوقت الملائمين. وانطلاقا من هذا المفهوم فإن التخطيط له علاقة مباشرة بعنصرين، الأول هو المستقبل، وهذا كلام مهم جدا أنك تخطط للمستقبل لا تخطط للماضي. الثاني أن العلاقة بين الأهداف والطرق المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف. إذا هو يؤدي هو علاقة بين الأهداف تضع أهداف والطرق المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف. أنا هدفي أسافر إلى جدة، صح هذا هدف. الطرق المستخدمة والله قد أسافر بالسيارة، أسافر بالطيارة، أروح مشي، أروح على حصان، حلو ولا لا؟ وأشوف أحسب التكاليف والوقت المناسب. إذا تضع خطة للذهاب إلى جدة. إذا هدفي جدة والوسائل التي تساعدني للوصول إلى هناك. الحاجة للتخطيط والتغيير تنظيم أن الحاجة للتخطيط نشأت أن المنظمات تعمل في ظروف متغيرة. نعم وهذا ذكرناه كثيرا. اليوم حن العالم مع كورونا يعمل بظروف متغيرة تماما. وضع الكورونا اليوم سوف يغير من شكل إذا بإذن الله من شكل العمل في المستقبل، شكل التعليم في المستقبل، يعني أشياء كثيرة أتوقع تتغير جذريا بسبب ما الله كتب على عباده من كورونا. التغيير في النشاط الاقتصادي العام، يعني الآن من الأشياء اللي تدفع للتغيير النشاط الاقتصادي العام يتغير. التغير التكنولوجي على مثل ما قالت واحدة من أخواتها والأخ والله ما أو الطباعة ثلاثية الأبعاد، يقول أخونا عبد الرحمن طيب تطور التقنية ما أدري تو واحد قال مثل الجوال، الجوال غير كل شيء. أنا أتفق معك ما أدري مين هي الأخت عايشة، غير كل شيء صار بجوال صحيح. الطباعة ثلاثية الأبعاد العجيب سبحان الله عجيبة مثل ما ذكر الأخ، طباعة ثلاثية الأبعاد الآن يطبعون سيارات كاملة. كيف يطبعون السيارات؟ يجون للأجزاء عندهم أجهزة، الأجهزة هذه مثلا يبي يصنع مثلا مثلا قطعة إلكترونية تطبعها يعني تصنعها، ثم يعيدون تركيب الأجزاء هذه مع بعض. سبحان الله علم الإنسان ما لم يعلم. التغير في السياسات الحكومية، أنظمة تتغير، تغير في سلوك المنافسين، تغير في المعايير والاتجاهات، تغير في الموارد البشرية والمادية، التغير في أذواق المستهلكين، كل هذه أسباب تؤدي إلى أهمية التخطيط. كل هذه المتغيرات على تظهر أهمية التخطيط كوظيفة إدارية. فالتخطيط يساعد المنظمة على اتخاذ القرارات المنسجمة مع الأهداف والخطط لعملية التغيير والتطوير. والتخطيط يعتبر مرشد للعمل للموظفين وفريق العمل في المنظمة
كلا النهايات والأهداف التي يجب الوصول إليها، والتخطيط هو مصدر التحفيز والولاء للعاملين في المنظمة. فعلا يا جماعة الخير، كيف يكون التخطيط مصدر للولاء والتحفيز؟ يا جماعة الخير ببساطة، إذا أنا دخلت في عمل ما لهم خطة ولا عندهم أهداف، إيش أسوي؟ ما أدري إيش أسوي يا أخي، أجي الصباح وأطلع الظهر، طيب إيش أسوي يا أخي؟ شو المطلوب مني؟ وبعدين كيف أنتم بعدين بكرة بتقولون والله أنا أدائي كويس أو أدائي جيد أو غير جيد، صح؟ كيف بتقيمني؟ يعني ممكن إني أنظلم أنا بسبب عدم وضوح ماهية العمل، عدم وجود الخطط، عدم وجود أهداف واضحة وصريحة. والتخطيط هو يعتبر معيار الأداء، فمن خلال التخطيط يمكن الحكم على نتائج عملية التغيير والتطوير. خطوات عملية التخطيط والتغيير، تمر عملية التخطيط بالخطوات التالية: وضع أهداف التغيير، هذا أولا. ثانيا، دراسة التغييرات في العوامل البيئية المحيطة بالمنظمة وتحليلها. ثلاثة، وضع خطة للتغيير والتطوير. أربعة، إقرار الخطة واعتمادها من قبل الإدارة العليا. خمسة، تنفيذ الخطة. سادسا، متابعة الخطة وتقييمها. أظن هذا يا إخوان واضح. يعني أنت لازم تضع هدفك، هدفي بروح الجدة، أضع أدرس الأشياء المؤثرة على الخطة هذه وكيف الوسائل، ثم أضع خطة الانتقال، ثم أتفق أنا والأسرة، ثم نبدأ تنفيذ الخطة ونعيد تقييمها. قيس عليه خطة مثلا تغيير في حجم الإنتاج. مثلا أنت تنتج شركة تنتج مواد بتروكيماويات وتبغى تزيد حجم الإنتاج، فتضع الآن الخطة، تحط أهدافك، بعدين تدرس المؤثرات والمتغيرات البيئية الداخلية والخارجية وأسعار المواد وأسعار النقل وأسعار التأمين والأسواق الجديدة اللي تبغى توصل لها، بعدين إقرار الخطة، بعدين تنفيذها، ثم قياس ومتابعتها ومعرفة مواطن الخلل وتعديلها، بحيث أن أهمية الفيدباك والتغذية الراجعة. طيب خلونا نجي للتخطيط. عائشة، ترتيب، معليش عفوا يا أخوك، يعني كيف أنا أقول إيه طبيعي بالترتيب؟ معليش الآن موضوع مش موضوع اختبار، موضوع بالترتيب. يعني هذه وضع تمر عملية التخطيط، هذا الترتيب. هل من المعقول أقول متابعة الخطة وتقييمها قبل لا أضعها؟ سؤال بس. يعني هذا زي اللي يقول بنروح جدة، وضعوا بيروحون جدة، يا جماعة الخير احنا وصلنا جدة ولا ما بعد وصلنا؟ ما بعد بدوا، كيف يوصلوا جدة وما وصلوا وما بعد بدوا أصلا؟ صحيح ولا لا؟ فطبيعي ترتيبها منطقي ويمارسها يوميا. حتى اللي يا جماعة الخير معلش خلينا نتكلم بوضوح، حتى اللي بيطبخ يقول مش تبغون نتغدى اليوم، صح؟ مش تبغون نتغدى اليوم؟ والله يودنا نتغدى رز ودجاج. اوكي، إذا نبغى رز ودجاج، طب موجود رز؟ لا مو موجود. موجود دجاج إذا نجيب عارف، إذا جاء ما في رز ودجاج جيبه، صح؟ ثم نبدأ وضع الخطة للغداء والطبخ، ثم إقرار الخطة. لازم يقررونها، يقررونها أهل البيت ولا لا؟ الأب والأم والعيالكم بعضهم ما يبي، ثم يبدأ التنفيذ، ثم عاد يقولون لهم والله الملح زايد ولا زين ولا زين. معليش أنا ضربت المثال البسيط هذا على بساطة المثال اللي أنا ضربته في موضوع، لكن هو نفسه لما تبي تضع خطة لعمل مؤسسة مع الفارق، فارق الحجم والدقة والاهتمام، صح؟ يعني إذا كانت بدون ترتيب ما نستطيع. وش رأيك في غدانا اليوم؟ طب ما بعد تغدينا. فيا إخوان ليش أنا أقول لكم الكلام هذا؟ مهم جدا أنتم كمتخصصين تأخذون الموضوع بعمق وحس ونفس المتخصص اللي عنده يسمونها تحليل، تحليل ناقد بالموضوع. جميل، لا يجي واحد يقول لا أنا أحفظها بالترتيب صعبة، بقول له خلاص تغدى قبل لا تطبخ. طيب التخطيط الاستراتيجي للتغيير والتطوير التنظيمي. استراتيجي ببساطة يعني بعيد المدى، ببساطة إدارة التغيير والتطوير تعتمد على الخطط طويلة المدى في الغالب، وما داخلها هي خطط متوسطة وقصيرة. لكن التغيير والتطوير يا جماعة الخير يحتاج إلى خطط طويلة المدى، لأن ظهور النتائج ليست بالسرعة اللي نتوقعها. عشان تغير 2030 بدأت 2016 عشان نوصل 2030، 14 سنة. جميل أخوان، فإن التصميم الاستراتيجي للتغيير والتطوير التنظيمي في المنظمة واعتمادها في المنظمة يتم نتيجة القيام بالتخطيط الاستراتيجي لتحقيق أهداف استراتيجية. واقرأوا في خطة 2030، وأذكر أني أرسلت لكم الموقع الظاهر اللي هو vision.com أو .org.sa، ادخلوا عليه اللي هو 2030، موقع رائع في كل ما يخص
رؤيه 2030 رهيب، اللي بيقراه بيطلع استاذ في التخطيط الاستراتيجي، اقولها لكم بصراحه كل التفاصيل موجوده فيه. طيب، ويركز التخطيط الاستراتيجي على علاقه طويله الاجل بين المنظمه والبيئه التي تعمل بها. اذا انا اضع خطه، يجب عندما اضع خطه استراتيجيه بناء على البيئه اللي انا فيها، لا تجيني تقول لي والله يا اخي معليش احنا نبغى نحقق مكاسب 20% لان الشركات اللي في امريكا تحقق مكاسب 20%. يا اخي بيئه مختلفه يا استاذي. انت يجب لذا اذا تريد ان تضع خطه، لازم تضع خطه بناء على المعطيات اللي موجوده عندك. اي خطه خارج المعطيات، خارج بيئتك، مهما حاولت انها تعمل بتكون ضعيفه. لذا من الاشياء المهمه جدا عندما نريد ان نضع خطط او نستورد خطط من الخارج، لازم نشوف ملائمتها، نعيد تعديلها، ترتيبها، اعاده ضبطها على ما يناسب ايش الثقافه المحليه. وهناك استخدام سرعه طويله الاداء الاجل بين البيئه، فهو عمليه تتضمن مراجعه ظروف السوق، حاجات المستهلك، الحالة التنافسية والبيئة الاقتصادية الاجتماعية القانونية التكنولوجية، ومدى توافر العناصر الإنتاجية تؤدي إلى استغلال فرص محددة ومجابهة التحديات معينة من قبل المنظمة. إذا التخطيط الاستراتيجي الهدف منه توظيف جميع الموارد من خلال قراءة الأوضاع الاقتصادية السياسية التنافسية حاجات المستهلك ظروف السوق بهدف الحصول على مكاسب أكبر وتخفيف المشاكل التي قد تواجهنا في المستقبل. يقول تمر عملية التخطيط وتطبيق التغيير التنظيمي بالخطوات التالية. أولاً تحديد الحاجة إلى عملية التغيير، وهذا شرحناه ترى سابقاً ولكن ما يمنع أن نعيد شرحه. إذن المنظمة يجب أنها تعرف لماذا تريد أن تغير، هل عندها مشكلات؟ إذا التغيير إحنا قلنا أما لحل مشكلات، أما لتجديد روح المنظمة، أو لإيجاد أسواق جديدة وتطور في أدائها. تتضمن كذلك تشخيص المشاكل، إذا تتضمن كذلك الاستعداد والتهيئة النفسية، التعرف على مشاكل المنظمة، التهيئة النفسية الذاتية لعمل التغيير والتطوير، كذلك تشخيص المشاكل وجمع المعلومات عن هذه المشاكل ومشاركة أفراد المنظمة في جمع المعلومات، وبالتالي يتم تحديد الهدف من عملية التغيير. ثانيا، اختيار وتكوين فريق العمل الأساسي، نقطة مهمة، الذي سيقوم بعملية التغيير لأجل إيجاد بيئة آمنة ومناسبة لعملية التغيير. إذن تشكيل لجنة، تشكيل هيئة استشارية لإدارة عملية التغيير والتطوير في شركة تي تي كمباني، اللي هي تطوير التغيير كمباني، يعني شركتنا. جميل. ثلاثة، خطة الحصول على دعم موافقة تأييد الإدارة العليا. يا جماعة الخير، الإدارة العليا ما مزاجها تغير أنت تضيع وقتك، لأنهم هم اللي يملكون اتخاذ القرار. أربعة، التمهيد للانتقال التدريجي من مرحلة الإعداد لعملية التغيير، يعني بالتدرج لكي تضمن فهم العاملين معك، لكي يتأقلمون مع التغيير، لكي تبدأ الأهداف تتحقق تدريجيا، لكي تستطيع أن تقرأ الإشكالات التي تحدث. حيث تقوم الإدارة العليا بإقناع العاملين لديها بأهمية الفوائد المترتبة على عملية التغيير، كما يتم أيضا تحديد طرق التغلب على عملية مقاومة التغيير. خامسة، هي التطبيق والتنفيذ الكامل لعملية التغيير والتطوير، تحديد مراحل التغيير مع تحديد الإطار الزمني ووضع المدة الكافية من مرحلة لمرحلة. الخطوة السادسة عفوا، هي متابعة وتقييم عملية التغيير والتطوير. والله شوفوا، يعني أقولها إن شاء الله إني ما بحانف عند ربي، من يضع خطة للتطوير ويبدأ في التطبيق ولا يراجعها ترى يضيع وقته. إخواني والله صحيح، ترى بكرة أنت كنت خبير أو مستشار، أو تبي تطبق خطة حتى لو في بيتك، أو لو واحد بيسألك، من لا يراجع أداء خطته إذا بدأ التنفيذ سوف يخفق قولا واحدا إلا أن يشاء الله، لأن المتغيرات سريعة والأحداث سريعة. لذا متابعة وتقييم عملية التغيير والتطوير وبيان الانحرافات الموجودة، وكذلك القيام باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لهذه الانحرافات، وذلك بهدف تحقيق أهداف عملية التغيير والتطوير. خلصنا من عملية التغيير، الآن بندخل إلى عملية التنظيم. جميل. في أحد عنده استفسار في الماضي؟ في أحد عنده استفسار على الوضع الماضي؟ طيب ممتاز. الآن يا إخوان ننتقل للغرفة المجاورة،
خمس دقائق ونلتقي هناك لكي نكمل الفصل حق الوظائف التنظيمية بإذن الله تعالى. الله يعافيكم، الله يعافيكم. طيب على قولتهم غير مفروض لو سمحتوا، ولا ترى بطلعكم. والله أخي عزيزة الله الله يعينك ويسر أمرك، لكن إن شاء الله مسجلة وتستفيدين منها بإذن الله تعالى، تجدينا بالطريقة اللي نشرح فيها إن شاء الله أنها واضحة وتكون مفهومة بالنسبة لكم. الله يعافيكم، حياكم الله، نلتقيكم في الـ في الـ